من ميدلاند افنيو، بصور لكم هذا المركز لتوزيع المساعدات على المحتاجين واللي تضرروا من الإعصار. بارك الله في هذا الشعب، بارك الله فيه. يعني هذا الأسبوع الثالث وفي كل ركن في كل حارة في مركز لتوزيع المساعدات. المهم إنه ما حد بيسألك اسمك ولا دينك ولا عنوانك ولا بلدك. American Red Cross. كل شيء موجود. حتى القهوة السخنة أو الشاي موجود، الكوكيز موجود، المي موجود، سكر، شاي، اللي بدك إياه. أعود وأكرر شكري لهذا البلد، شكري لشعب أمريكا وحكومة أمريكا، وبارك الله في أمريكا وفي شعب أمريكا. عزة الحواري ينقل لكم هذا الفيلم من ميدلاند أفنيو في ستاتن آيلاند، الشارع الذي تعرض لأعتى عاصفة أو إعصار ساندي. فكل شيء فيه تهدم، خربت أسفله على. اطلعوا على هذا البيت، هذا الأسبوع الثالث، يعني في الأسبوع الثالث اطلعوا. هذه فرقة متطوعين، معظمهم بنات، هايهم اجوا. يخلو هذا البيت من محتوياته. ما شاء الله ما شاء الله، هذا شعب يستحق الحياة. الله أكبر. أي يو اس ارمي.
من على ميدلاند بيتش و ميدلاند افينيو. نقلت لكم او انقل لكم هذه الصورة من يوم السبت 17 نوفمبر 2012. الله يجعلها تكون سنة خير يا رب.